اهلا وسهلا بيكو، انا محمد عادل وده فيديو توتوريال جديد ليا مع هوك. النهارده هوريكو ازاي بنعمل كرييتيف فيجوال من خلال توظيف المباني. بمعنى ايه؟ انا جالي بريفنج لريل استيت وحبيت ان انا اوظفه في فيجوال حلو او مكان حلو. طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي ممكن نعمله. طبعا انا عندي الماتيريالز بتكون جاهزة او الماتيريال بكون محضرها اوريدي، انا عامل حساب الماتيريالز دي، الماتيريالز اللي هشتغل بيها. طبعا اول حاجة انا بعملها بفتح الفوتوشوب وبعمل نيو، طبعا بختار المقاس بتاعي اللي انا هشتغل عليه. اقرب مقاس دايما الواحد يفضل ان هو يشتغل عليه هو ال HD اللي هو 1920 × 1080. ليه بشتغل على ال HD؟ علشان ال HD اسهل حاجة ممكن بعد كده لو انت هتعمل ريسايزنج، هتعمل مقاسات بوستر، هتعمل مقاسات مختلفة، الحاجات دي بتوفر عليك وقت. طيب خلينا نعمل المقاس بتاعنا اللي هو ال HD ونسمي الفايل اي حاجة، بو ايلاند مثلا. اوكي كرييت. طيب ده المقاس اللي انا هشتغل فيه. طبعا انا عندي اوريدي ماتيريال وعندي حتى الالوان، يعني انا جايب الالوان والتكست والحاجات ديت علشان برضو اقطع وقت كده كتير. فانا اللون متسجل عندي هنا، هبدا اخش على الستام تول واخد اللير بتاعتي، بس طبعا انا يفضل ان انا اعملها في لير جديده، فهدوس كوماند جي وهدوس عليها، يبقى انا كده عندي اللون الاساسي بتاعي. طيب ده اللون الارضيه، هبدا اعمل نيو لاير واخد البراش تول وممكن اصغرها شويه واعمل مثلا درجه زي دي، هسترتش الدرجه دي شويه بالشكل ده مثلا، ونجرب البلندنج اوبشن. اوكي ممكن تبقى اوفرلاي مثلا، هنهدي الدرجه بتاعتنا شويه وممكن نكبرها بنسبه بسيطه جدا. كده مثلا بالشكل ده، وممكن نعمل لاير تانية فوقيها براش تول برضو، وخلينا ناخد درجة افتح سنة بسيطة، درجة الابيض مثلا، تعالوا نحطها بالطريقة دي، نستريتش شوية، تعالوا نجرب البلندنج اوبشنز بالشكل ده. طيب ببدا اعمل جروب عشان ما توش، وممكن نسمي الجروب ده مثلا باك جراوند، اوكي، وببدا اشوف الماتيريال اللي عندي اللي انا ممكن اوظفها. تعال نشوف الاول الحاجات اللي عندنا في الارضيه، ده البيلدينج اللي انا هستخدمه ودي ممكن تبقى ارضيه بالنسبه لي. تعال نوظف حاجة زي كده أول حاجة. طيب دي أنا اوريدي قاصصها ومحضرها، فبس هدراجت وأدروب على الأرضية بتاعتي اللي هي هنا مثلا بالشكل ده. خلينا ممكن نجيبها سنة يمين كده مثلا. اوكي وتعالوا نعمل لها ممكن دروب شادو بالشكل ده، بس تعالوا نقربه شويه لفوق، هنقلل السايز بتاعه، الديستنس هنقلله سنه،
اوكي ممكن يهدى ونخليه كده. ماشي، دي اول مرحلة. تعال نشوف المرحلة اللي بعدها. احنا هنشوف لير تانية وهنشوف ماتيريال تانية. طبعا ده البيلدينج اللي انا هستخدمه، ممكن حاجة زي كده. تعالوا ننظف حاجة زي كده. طبعا يفضل اي حاجة انا بستخدمها بحولها لسمارت اوبجكت. اوكي نصغرها. طبعا انا بخليها على قد الخضرة ديت نفسها، وهحتاج ان انا اعمل لها سكيو شوية، ممكن بالشكل ده مثلا. طيب احنا عملناها كده، ممكن نجرب البلندنج مود برضو نشوف هتدينا ايه. طيب خليها دلوقتي نورمال ماشي لحد ما نجيب بقية الماتيريالز. تعالوا نشوف حاجة زي كده مثلا. حاجة زي كده ونحطها تحت اللير، كليك يمين ونقلبها horizontal، enter command T ونصغر شوية. الشكل ده مثلا. تعالوا نعمل blending mode عشان تبقى واخدة من مود الأرضية شوية. طبعا نقعد نجرب لحد ما بنوصل لأفضل نتيجة أو أحسن مود ممكن أوصل. طيب خلينا نجرب فيها تاني. طيب دي أحسن حاجة ممكن أوصل لها. خلينا نغير البلندنج مود بتاع دي أو خليها دلوقتي. ممكن نكبر دي سنة بسيطة. طبعا هو انت بتقعد تغير على حسب رؤيتك انت، كل ما عينك تبقى مرتاحة في التصميم كل ما ايه بتستقر على الحاجة ديت. يعني انا طبعا انا مش بستقر على الحاجة غير لما يكون الماتيريال ديت نفسها او الحاجة اللي انا حاططها مريحاني. طيب انا عندي مثلا الجزء ده مش مريحني فهمسحه، كل الجزء ده كده هشيله. خلينا نشيل كل الجزء ده. طبعا بالبراش تول على طول وتمسح. ممكن نبقى نضيف منها واحدة تانية في الجزء ده، وخلينا دلوقتي نعمل منها كوبي. اوكي وهعكسها طبعا بالطريقة اللي هي horizontal وأخليها الناحية التانية. مثلا كده. تعالوا نسلكت الاتنين. ونخليهم بالشكل ده. تعالوا نغير هنا سنة بسيطة، نظبط الجزء اللي فوق ده. ممكن نسلكت البن تول. طبعا بس عشان نبقى متفقين، أي حاجة أنت بتعملها حاول تجرب فيها لحد ما توصل لأفضل نتيجة ليها. يعني مش بس أنت بتجرب كده وخلاص، لأ أنت
بتفضل تجرب لحد ما توصل لأحسن نتيجة من الشكل بتاعك. أوكي ماشي، وهجيب طبعا اللاير دي والبرش وهبدأ أمسح الجزء اللي مضايق. طبعا حتة الرمل أو أي حاجة من الحاجات دي ممكن تبقى تتظبط بعدين، يعني ممكن نخلي الجزء ده فيه رمل أو فيه أي حاجة بحيث إن احنا نغطي الحتت المساحات اللي شكلها غريب شوية. اوكي ماشي، بعد ما وصلت للمرحلة ديت ببدأ أشوف ايه تاني ممكن يتضاف عندي ماتيريال، مثلا زي تعال نشوف مع بعض، عندي جزء زي ده، ده اللي هستخدمه في الأرضية. اوكي تعال نقفل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. ماشي، انا عندي الجزء ده، انا كنت اقصه من حتة واخد الجزء اللي في الأرضية واخد الشجر كعينة. طيب هنحطه فين؟ هنحطه على الجزء اللي فوق، نصغره طبعا. ممكن مثلا كده، خلينا نصغرها كمان سنة. ممكن مثلا بالشكل ده، تعالوا نشوف الدفاهات. طبعا حاجة زي كده أنا أوريدي هداريها، يعني أنا بالنسبة لي الجزء ده فيه مشكلة فأنا كده كده هداريها، بس بظبط فيها سنة. اوكي تعال نشوف البيلدينج بتاعي اللي أنا هستخدمه اللي هو ده، أنا أوريدي أقصه ومحضره لأن أنا أستخدمه. ماشي تعال نوظفه هنا بقى ونعمل منه ريفلكت، نخليه هورايزونتال. اوكي تعال نوظفه في الجزء ده. طيب انا عندي البرسبكتيف بتاعه ممكن ما يكونش احسن حاجة، ف يعني أبسط حاجة ممكن نعملها طبعا احنا هنخلي الشجر ده لسه قدامه وهنبدأ نظبط البرسبكتيف بتاعي شوية بحيث ان هو يبقى مظبوط. طيب انا دلوقتي ممكن اخلي دول موجودين كلاير لوحدهم مؤقتا، وممكن اشتغل على البيلدينج نفسه بان انا اعمل له كوماند جي. خلينا نخفي ده دلوقتي عشان لو احتاجناه، واعمل لها راستر. اوكي تعال نخش على edit ونعمل لها puppet wrap. ماشي طبعا puppet wrap ديت هي بتثبت لي النقط اللي انا مش محتاجها او النقط اللي انا عايز تفضل ثابتة في مكانها، يعني انا النقط دي كلها ما عنديش مشاكل فيها. طبعا كل ما تكتر النقط كل ما يكون احسن عشان البرسبكتيف بتاعك ما يضيعش. وبعدين في الحتة اللي انا عايز اشدها بقوم ادوس عليها بحط نقطة وأبدأ بكوماند أبدأ أشد الحتة اللي مش مظبوطة. طيب خلينا نحط هنا برضو نقطة، تعال نشد هنا كده شوية، عندي برضو هنا الجزء ده ممكن يتشد سنة. طيب كده مثلا، طبعا انا عندي اجزاء كتير محتاجة تتظبط. تعالوا نشوف الحتة دي كده، اوكي هي حاجة بسيطة جدا انا زودتها بس شوية عشان تبقى ظابطة البرسبكتيف بتاعي شوية، وبعدين ممكن افتح دي تاني هسلكت الجزء ده
وخلينا نعمل ماسك. خلينا الأول نعمل كوماند شيفت اي ونعمل ماسك. طيب كده اكلي الحتت اللي هي فيها الشجر ده، بس الجزء اللي فوق انا مش محتاجه، فهانفرت هدوس اكس واختار الابيض وهمسح كل ده علشان ارجع بالشكل بتاعي الطبيعي. طيب كده انا خليت الجزء ده قدام المبنى بتاعي. ماشي، تعال نعمل بيت بيلدين، سميها بيلدين. اوكي ماشي، تعالوا نشوف كده الشكل بتاعنا. تمام، طيب هبدأ بعد كده اظبط الحاجة بتاعتي. هبدأ اشوف مثلا حاجة زي دي. هعمل لها دروب شادو، ممكن يبقى تقيل سنة كده مثلا. طيب برضو هعمل كليك يمين، خلينا ندوس على ديت دروب شادو، نعمل كليك يمين ونخليها كرييت لاير. ليه؟ علشان انا مش عايز الجزء اللي فوق، انا بس عايز الجزء اللي تحت. اوكي، خلينا نعمل لديت، ممكن نشتغل على الماسك بتاعتها ونصغر البرش خالص ونجيب الاسود. طبعا هبدأ امسح هنا كده شوية علشان يعني تحس ان هي متداخلة مع الارضية بتاعتي. طيب انا دلوقتي كده عملت الجزء ده، يعني عملت شوية تداخل كده بينه وبين الزرع. طيب خلينا نعمل بعد كده نيو لير. ماشي، وباجي عند الحتة اللي في النص دي وبدوس عليها، بحيث ان انا اي حاجة انا بعملها بعملها على اللير اللي تحتها. تمام، خلينا نختار الاسود. نمشي على الرصيف ده كله كده. طبعا لو في اي حاجة زيادة انا بشيلها عادي. اوكي، وبعمل blending mode. طبعا انا بقعد اغير لحد ما بوصل لافضل نتيجة ممكنة بالنسبة لي. طبعا لو حصل ده ممكن اعمل منها واحدة تانية واربطها بيها برضو بالشكل ده كده مثلا. اوكي، كده بقى في شوية تداخل، وممكن اجي مثلا هنا كوماند يو، هغمق الجزء بتاعي سنة بسيطة. طيب برضو هاجي اعمل نيو لاير و اكبر البراش بتاعتي شوية، وبعمل دايرة اصغرها شوية واخليها تحت المبنى بتاعي. طيب المبنى بتاعي طبعا الجزء اللي تحت ده محتاج يتظبط شوية، فانا هعمل نيو لاير وهبدأ اشتغل عليه. اغمق برضو الجزء ده واعمل له بليندنج مود.
سوفت لايت، واقلله سنه لو مدين. ماشي، طبعا كل الاجزاء اللي تحت ما عنديش مشكله فيها، لان انا كده كده يعني هداريها، فمش هتبقى مشكله قوي بالنسبه لي. اوكي، بعد ما وصلت المرحله ديت ببدا اشوف ايه ايتمز تانية ممكن تضاف عندي. اوكي تعال نشوف، مثلا عندي البول بتاعي هضيفه، و كوماند تي بعدين رايت كليك و هوريزونتال. هنخلي البسين ده قدام البيت شوية. طبعا انا عندي البرسبكتيف بتاعه مش مظبوط، فهضطر ان انا اعمل له سكيو شويه واشده كده. بالشكل ده كده ممكن يبقى مظبوط شويه. طيب هبدأ اعمل له برضو نفس القصة اللي عملتها فوق هنا، هعمل له ماسك وابدأ ادخل الزرع ده شوية فيه. طيب انا عملت كده التداخل بتاعي، يعني ظبطت شويه الخضره ديت، اديت ايحاء شويه ان هو داخل مع البانيو بتاعي او السين بتاعي. طيب خلينا نجرب نعمل له دروب شادو، طبعا لازم يكون خفيف جدا. اوكي، وابدا اشوف ماتيريالز تانية ابدا اضيفها. طبعا انا عندي حاجه زي كده اوريدي انا حطيتها. طيب احنا لسه ما وظفناش دول، فخلينا نبدا ناخد حاجه واحده واحده. ممكن ناخد مثلا حاجه زي كده. طبعا انا اوريدي الحاجات اللي انا قصصها ديت قصصها على طول عشان اوفر عليكم وقت. بقفل الحاجات اللي انا مش محتاجها وهبدأ اخد البنت دي واوظفها في البسين. ممكن البسين لو حاسس ان هو صغير شوية ممكن اكبره، مفيش مشكلة. مثلا طبعا اول حاجة انا بعملها برضو بحاول اماتش شوية من الكالرز اللي حواليا لو انا عندي مشكلة في الكالرز، ولو ما عنديش مشكلة في الكالرز ديت ببدأ اظبط على طول عليها مفيش اي مشكلة، وبعمل لها جروب. وزي ما قلنا في لايرز فوقيها وفي لايرز تحتيها. طيب اللايرز اللي فوقيها ايه؟ هتبقى فيها ريفليكشن او هيبقى فيها شمس او درجات ابيض او ريم لايت او اي حاجة. يعني انا بكل بساطة ممكن الجزء ده كده يبقى منور، خلينا نعمله سوفت لايت ونهدي فيه شوية. اوكي، نفس الكلام بالنسبة لتحت، هعمل نيو لاير، خليني نحطها تحت واعمل لها ادوس اكس. طبعا اختار اللون التاني والبراش تول، وزي ما قلنا هنعمل دورية كده بالشكل ده ونخليها تحت الكورة. نجرب اللاندنج مود،
ممكن نعمل منها واحدة تانية ونهديها شوية. طيب عندي هنا الجزء ده هحتاج ان انا ابلنده شوية بالمية، نجيب البرش طبعا، عندي الجزء ده ممكن اخففه خالص بالمية. عشان ادي الايحاء بان انا اعمل تداخل بين الكرة والمية. اوكي بالشكل ده، واعمل لير تانية فوقيها، ممكن اخد من المية من درجات المية من هنا مثلا وابدأ ألون عليها. نعمل overlay كده مثلا، احيانا في اجزاء ممكن ما تبقاش مريحة عيني، فانا ما عنديش مشكلة ان انا ارجع تاني واظبطها. ممكن نبدأ نغمق في الأجزاء اللي تحت، نيو لير، وبختار اللون الأسود. وأبدأ أغمق الحتة دي. طيب نتيجة إن الريفليكشن بتاع الشمس هيبقى من ورا هنا، فهبدأ إن أنا أضطر إن أنا أعمل له ريفليكشن عادي على المية. خلينا ناخد منها واحدة تانية ونحولها سمارت اوبجكت، نحولها لأبيض واسود. الشكل ده مثلا نعكسها خالص تحت. ونعملها blending mode. نقللها خالص وامسح الزيادات اللي انا مش محتاجها. اختار طبعا الاسود بتاعي وامسح كل ده. اوكي ممكن اديها شوية بلور اوكي، ولو انا حاسس ان لسه محتاجة تظبيط شوية ممكن احط درجة سوداء هنا. كده مثلا تعالى نديها blending mode. ممكن نعديها سنة بسيطة ده برضه ممكن يتثبت سنة.
اوكي تعال نشوف شكلها كده عامل ازاي. كده مثلا تمام. ببدأ اشوف ايه ماتيريالز تانية عندي، ممكن حاجة زي كده مثلا اوريدي برضو مقصوصة، خلينا ناخدها نحتي ونصغرها خالص. كده مثلا طبعا انا لو حاسس ان انا محتاج ان انا اظبط الاضاءات بتاعتي او اي حاجة ببدأ اظبطها واحدة واحدة. ممكن نخليها تصغر سنة. مثلا بالشكل ده اوكي، واعمل لها جروب وبعدين ابدا سيلكت نفس اللاير واعمل لها سمارت اوبجكت. طب انا احولها اسود ونعكسها تحت. ده طبعا انا لو عندي مشكلة فيها او في النسبة بتاعتها ببدأ اظبطها بالبابت تول او البابت راب. اوكي كده مثلا ممكن نعمل لها راستر. ويأدت بابت راب، وطبعا الحتت اللي انا عايزها تفضل ثابته مكانها بثبتها عادي مفيش اي مشكله خالص. كل ده انا ممكن اديله نقط كده تثبت فيها. اوكي وممكن حته زي دي ابدا اشدها مثلا، بس دي هيكون في عندي فيها مشاكل ان انا عندي الخطوط بتاعتي هنا دي اوريدي هتميل فمش هتنفع. طيب خليها كده وممكن ابدا اضيف بالفرشه الخط بتاعي ده. نعمله برضو نيو لير، نعمل له نيو لاير ونضيفه كده مثلا. طيب هو كده كده هيبقى شادو فمش هيبان قوي. خلينا ندمج دول. اوكي ونجرب البلندنج مود. الأجزاء اللي أنا مش محتاجها أو الأجزاء البعيدة أنا ببدأ أعديها شوية. أوكي ممكن أعمل نيو لاير وأدي غوامق تحت أكتر. كده مثلا اوكي هبدا اعمل لده كوماند يو. لو في الوان مش عجباني ممكن يغمق سنه
احنا ممكن اكشلي ممكن نعمل له كده، ممكن نرمقه خالص وبعدين نعمل اوكي ونخش على الدرجة نفسها اللي احنا عملناها هنا اللي هي الفلتر نفسه، وممكن ننور من الاجزاء اللي فوق لان كده كده الجزء اللي تحت يعني مطفي. اوكي تعالي نبعد كده شوية، ممكن يهدى سنة. ماشي. طيب عندي طبعا انا كل شوية هبدأ اشوف حاجة فهبدأ اضيفها، يعني انا عندي حاجة زي كده هحتاج ان انا اعمل لها new layer. نشوف الجزء ده برضو. الجزء ده كان موجود بس كان مختفي، ظبطناه شوية. سوري تاني. اوكي تمام. هنبدأ نعمل اللاير اللي احنا قلنا عليها هنا دي، و نسلكت بال السطور بتاعتي، ممكن اعمل حاجة زي كده. الجزء ده كله هيبقى غامق فانا هلونه. مثلا كمان V وببدأ أغمقه شوية. ممكن نعمل merge layers. خلينا نعمل لها فلتر. لازم بلور اللي احنا كنا عاملينه. اوكي نفس الكلام، هعمل لاير برضو ممكن نكبرها شوية. كده مثلا ونقلبها خالص. نفس الكلام هنا برضو، ممكن نغمق الجزء ده شوية سنة كمان بسيطة. تعالوا
قللها سنة. كده مثلا ممكن اظبط شوية في البرسبكتيف بتاع الحاجة، ممكن مثلا حاجة زي كده، ممكن نشدها شوية بسيطة. كده مثلا عندي برضو الحتة دي، ممكن أظبطها شوية، أصغر السكيل بتاعها سنة بسيطة. كده مثلا actually ممكن اخد كل الحاجات ديت وابعدهم سنة لتحت، خلينا ننزلهم سنة بسيطة. تعالى مثلا حاجة زي كده ممكن نطلعها فوق سنة ونصغرها سنة بسيطة. كده مثلا وننزلهم سنة بسيطة لتحت. طيب ببدأ أشوف إيه تاني عندي ممكن أضيفه. تعال نشوف، طيب خلينا نحط حاجة زي كده الأول و هظبط البرسبكتيف بتاعها سنة وأصغرها. بالشكل ده مثلا ممكن لو عايز اظبط الوان شوية ممكن انورها سنة كده مثلا، واخلي الحتة اللي تحت دي هي اللي غامقة كده مثلا. طبعا نفس الكلام لو عايز تفاصيل اكتر ممكن اقعد اظبط الحاجات دي، اعمل ماسك وابدأ اعمل تداخل مع الحضرة في الصخور. خلينا نجري الحتة دي شوية. طيب كده مثلا، وبعدين بشوف ماتيريال تانية عندي برضو ممكن استخدمها. تعالوا نضيف حاجة زي كده مثلا. ممكن مثلا تبقى هنا، طبعا انا وانا برجعها لورا كده دوست كوماند و القوس اللي هو الجيم القوس.
تعالوا نشوف دي. طبعا احنا هنبدأ نحط الحاجات بحيث ان احنا نداري المشاكل اللي عندنا شوية في الأرضية. اوكي، ممكن ندوس كوماند يو نغمقها شوية. اوكي، وطبعا في حتت فيها هننورها. كده مثلا نسمي برضو ده عشان ما نتوش. اوكي، وهعمل نيو لير اللي تحتها بلاك و اصغرها واعملها سكيو. اوكي، ممكن نغمع دي سنة بسيطة هنا. تمام، وبعدين أشوف ماتيريال تانية برضو عندي، ممكن حاجة زي كده. طيب البنت دي فيها أحمر كتير، فاحنا هنقلل الأحمر سنة بسيطة. اوكي، ناخدها لهناك. تعالوا نصغرها خالص. ونشوف نسبتها بالنسبة للبيلدينج ايه نظامها. طيب ممكن تبقى بالحجم ده مثلا. اوكي، هبدأ اعمل لها برضو شابو. كده مثلا سنة، وأعمل منها واحدة تانية. طبعا لازم خليها سمارت أوبجكت. خلينا نعمل لها أوفرلاي. اوكي، وهنشدها بالطريقة دي مثلا. نعمل بلندنج مود، نهدي الدرجة شوية. اوكي، تعالوا طبعا احنا ممكن نغمق فيها وممكن نفتح فيها. خلينا بس ننور تاني عليها شوية. طيب هندوس كليك يمين برضو ونعمل كرييت لاير علشان اللاير اللي احنا استخدمناها دي تبقى منورة بس من فوق. همسح طبعا كل الجزء ده. اوكي،
طيب بعد كده بشوف عندي ماتيريال تانية برضو ممكن أوظفها. عندي ماتيريال تانية ممكن أحطها برضو، ممكن تعالوا نشوف دي ايه، ممكن نحط حاجة زي كده برضو. تعالوا ناخدها هناك ونعكسها ونصغرها خالص بالشكل ده مثلا. كوماند يو، وهقفل الاسود شوية عشان ما يبانش الدرجات البيضاء اللي جوه في القص. اوكي، وطبعا هظبط البرسبكتيف بتاعي شوية. مثلا برضو هعمل لاير تاني فوقيها او تحتيها، نخلي دي كده ونعمل لها ظل. الشكل ده مثلا ممكن اعمل واحدة تانية من دي فوقيها. حولها الأسود، ونخليها تحت بالشكل ده. اوكي، دي كده العجلة برضو عندي. اوكي، طيب هبدأ اشوف ايه تاني ماتيريال عندي برضو ممكن استخدمه. ممكن دول الاتنين طبعا. طبعا برضو ديت مش معمولة سمارت اوبجكت، فانا لازم حاجتي كلها تبقى معمولة سمارت اوبجكت. ونصغرها نصغر كمان. نزلها تحت. مثلا وممكن نغمقها شوية كده وننور الحتت اللي احنا محتاجينها. بس هنعمل لها دروب شادو. طيب انا ممكن اغمق عليها شوية برضو. كده كده الحتة ديت من المبنى هتبقى ضلمة. اوكي، طيب هنشوف ماتيريال تانية عندنا برضو حاجة زي كده. تعالوا نقفل كل اللي احنا مش محتاجينه.
طيب دي already معمولة smart object، هنصغرها. نعمل لها نفلب خالص ونصغرها شوية. طيب انا حاسس ان انا ممكن اتاخر شوية الحاجات بتاعتي، ممكن اجيب كل الحاجات دي سنة مثلا كده بسيطة. اوكي، وعايز ازود برضو النور هنا شوية، عملت كمان جاي. مثلا دلوقتي هبدأ أظبط شوية دي. تعال نظبط ألوانها سنة، برضو هنغمق شوية وبفتح بس الأجزاء اللي أنا محتاجها. كل ده ممكن أفتحه عادي. طيب أنا عندي دي هتبقى كبيرة شوية، فهبقى محتاج إن أنا أصغرها. كده مثلا اوكي ماشي. تعال نضيف ايتمز تانية برضو. عندي حاجة زي كده، عندي دي وعندي عندي سحب، عندي شجر. خلينا نحط حاجة زي كده دلوقتي. وأبدأ أظبطها شوية مع الشكل بتاعي، تبقى هنا مثلا. طبعا هرجعها ورا. مثلا كوماند يو سوري، وهقلل ديت برضو خالص. خلينا ننور بس الحتت اللي احنا محتاجينها. كده مثلا. طيب عندي هنا هحتاج شوية شادوز، هحتاج ان انا اظبط الجزء ده. هعمل لها جروب، وبرضو هعمل نفس الكلام نيو لاير على دي، وهبدأ انور الجزء ده سنة. هعمل لها شادوز
هنا مثلا. هنحط واحدة تانية. واحدة تالتة. ممكن نصغرهم سنة. ممكن أغمق صراحة الحتة اللي تحت دي شوية بحيث إن هي تبقى مدمجة أكتر كده مثلا. أبدأ أنور بس الحتت اللي أنا محتاجها بالشكل ده. كده مثلا. تمام. طيب اشوف ايه تاني عندي ممكن اوظفه. طيب خليني احط حاجة اخيرة زي دي. اوبجكت وبحطها برضو في حتة تكون بتليق بيها. ممكن نشوف مثلا حتة زي كده. هنصغرها شوية ونخليها كده مثلا. نطلعها فوق. ماشي. نفس الكلام برضو هحط لير بلاك تحت الشكل بتاعي وهي صغرها خالص بحيث انها تبقى تحت العادة. اوكي. طيب الجزء اللي فوق دوت هبدأ أغمق عليه. الجزء اللي تحت سوري ده كده ممكن أغمق عليه سنة. وممكن برضو كوماند يو دي أحسن طريقة إن أنا أغمق بيها الشكل كله كده مثلا. وأبدأ أفتح الحتت بس اللي أنا محتاجها زي حتة زي كده مثلا من فوق. تمام. وبعد كده ممكن أعمل لاير تانية هحاول انقصها شوية. هي حتة بس صغيرة خالص هتبقى بالشكل ده. اوكي. طيب تعال نقفل الحاجات بتاعتنا. طيب انا كده تقريبا انا حطيت كل حاجة انا محتاجها خلاص. يعني انا مش شايف ان ممكن احط حاجة تاني. فهبدأ ان انا هقفل الشغل بتاعي. طبعا هقفل الحاجات اللي انا مش محتاجها الاول وابدأ احط الليارات اللي انا محتاجها. طيب بعد كده هبدأ اشوف الحاجات اللي ممكن افنش بيها. تعالوا نجمع الحاجات بتاعتنا دي. نحط كل الحمام بتاعنا. نحط حاجة زي كده برضو.
ممكن نخليها هنا مثلا كده، و أبدأ أشوف إيه تاني عندي. ممكن نحط حاجة زي كده، طبعا احنا عندنا سحب كتير ممكن نستخدمها. طبعا احنا هنعمل مجموعة ورا وهنعمل مجموعة قدام، فخلينا ننزل دول تحت فوق الباك جراوند على طول. ونعمل لهم فايل نسميه مثلا clouds. اوكي كوماند جي، ونبدأ نحط منهم كذا واحدة تانية. ممكن نخليها مثلا كده، نعمل واحدة منها تانية ونعكسها. ممكن نغير في البرسبكتيف بتاعها شوية زي ما احنا حابين، يعني مش مقيدين بحاجة. ناخد واحدة تانية برضو هنا، وممكن اخد دي كوبي واخدها فوق خالص فوق كل اللايرز بتاعتي. وابدا اشوف الحاجات اللي انا ممكن اضيفها. ماشي، نشيل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. طيب انا كده حطيت السحاب بتاعي، ممكن ابدأ اشوف اضاءات مثلا او حاجة زي كده مثلا. تعال نعمل بلندنج مود خفيف ونصغرها شوية. اوكي هنعملها طبعا ماسك علشان نمسح الايدجز اللي باينه عندنا دي. بالشكل ده كده مثلا. ممكن ابدا اظبط شويه في البيلدينج بتاعي. سوري، ممكن نبدأ نظبط بقى البيلدينج شوية بإن أنا بديله يعني درجات إضاءات كده.
كده مثلا نفس الكلام بالنسبة لهنا، هنور دي شوية. خلينا نعديها، ممكن نعمل واحدة تانية ونديها سنة أبيض بالشكل ده. طيب أنا كده تمام، يعني ممكن بعد كده بقى أبدأ أحط الدرجات بتاعتي اللي أنا هقفل بيها. طيب خلينا الأول ندي solid color، اوكي، ونجيبها soft light. خلينا نهديها شوية، ممكن تبقى opacity مثلا 40. تعال ننور الجزء ده شوية. عند الشمس هنا ممكن تبقى عايزة تكبر سنة، خليها مثلا كده شوية، اوكي. وبعدين نكمل في التقفيل بتاعنا، ممكن نخش على الكيرفز، اوكي. تمام، ممكن نخش على color lookup ونغير في المودز بتاعتنا شوية، ممكن نعمل واحدة منها تانية ويخليها 3D strip. تمام، انا برضه حاسس ان البيت مش عاجباني سنة، خليها هنا كده. اوكي ماشي. طيب خلينا ندي كوماند الت شيفت اي نقفل اللير ونخش على كاميرا رو فلتر، ندي اوتو طبعا الاول عشان نشوف الادجستمنتس بتاعتنا. ممكن اعلي الكونترست، هايلايتس خليها، طبعا انا بدوس الت عشان اعرف الهايلايتس عندي ايه اللي لاسع وايه اللي مش لاسع، فانا هقلل الهايلايت. ممكن الوايتس تبقى كده مثلا، والبلاكس ممكن نعديها سنة، اوكي. خلينا نزرق السنة الدرجة بتاعتي التون بتاعي كده مثلا، وبعدين لو انا عايز اضيف حاجة ممكن اضيفها او ازود شوية في الداركس اهديها سنة. طيب هعلي سنة الاماونت بتاع الشاربنينج، وممكن اغير سنة في الازرقات برضو لان انا بحب الاقوى شوية، ممكن نخليها درجة زي كده مثلا. ممكن دي تعلى سنة بسيطة كده مثلا، ويخلينا نخش في الاف اكس نقفل سنة الضوء على الجزء في النص. اوكي تعالوا نشوف قبل وبعد. تمام، ممكن اعمل لير تانية، تعالوا نضغط ده شوية وابدأ اغمق الجزء اللي تحت لان انا عايز يغمق سنة،
اوكي طبعا انا عندي في جزء هنا لاحظته وانا شغال، هو الجزء ده طبعا انا قفلت اللير، فهضطر ان انا اخفيه مثلا، بدنا انا اعمل كده وشيفت وديليت، هي مظبوطة على كونتنت اوير وعمل ديليت، فراحت الحتة دي. اوكي تمام، انا كده ممكن اكون وصلت للنتيجة النهائية، بس انا هحتاج ان انا اخد التكست. طبعا انا حاطط التكست واللير بتاع التكست كله هنا حتى لدرجات الالوان، فممكن اخد التكست زي ما هو واحطه عليها بالشكل ده مثلا. طبعا انا مش هحتاج نمبرز ولا اي حاجة، احنا ممكن ناخد مثلا تكست زي كده. اوكي طبعا التكست ده اسمه across the root، والتكست ده اللي هو هالفاتيكا. طبعا ده ممكن يبقى لوجو، او ممكن تحط هنا الحاجة اللي انت عايز تعمل بيها الشكل النهائي. بس طيب، وبكده يا جماعة أكون وصلت لآخر حلقة. حابب إن أنا أشكركم على المشاهدة، وأتمنى إن شاء الله أشوفكم في الحلقة الجديدة مع محمد عادل من هوك. شكرا لكم.